بس اسمحوا لي طبعا قبل ما استقبل ضيفي اللي هينورني في الاستوديو ولاننا طبعا اكيد مهتمين بكل ما هو جديد في الوسط الثقافي وكل اللي بيحصل في الفتره الحاليه في الوسط الثقافي. بيحصل حاليا معرض اسكندريه الدولي للكتاب في نسخته ال 19 واللي بدا يوم 15 يوليو ومازال مستمر ليوم 28 يوليو. هينضم لنا دلوقتي من خلال زوم الكاتب مارك امجد واللي فاز بجائزه الدوله التشجيعيه لعام 2024 وهو اصلا اسكندراني وهيكلمنا عن مشاركته في معرض اسكندريه الدولي للكتاب. اهلا بيك يا مارك. اهلا بحضرتك وشكرا جزيلا للاستضافه المشرفه. مساء الخير وطبعا اولا الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا لذوقك. عايز اعرف منك رايك ايه في المعرض السنه دي ورايك ايه في معرض اسكندريه الدولي، وطبعا انت اصلا سكندري فاكيد بتحضر المعرض كل سنه بانتظام. حقيقه السنه دي المعرض له وجهه مميزه جدا لان لما بنتابع اخبار الافتتاح بنلاقي ان سياده المحافظ الفريق احمد خالد بنفسه كان متواجد بالاضافه لمعالي وزير الثقافه، وده شيء مبشر جدا ويدعو للتفاؤل لانه بيعني ان كل جهات الدوله المعنيه مهتمه بهذا الحدث، وده شيء يخلينا مطمئنين في مستقبل الثقافي في مصر. اكيد طبعا بتكون حريص جدا على التواجد كل سنه، ايه المميز السنه دي وايه المختلف السنه دي من وجهه نظرك؟ هو الحقيقه في حدث بالنسبه لي هيكون لاول مره انه هيتم استضافتي في احدى الندوات الحديث عن روايتي القابودان اللي فازت بجائزه الدوله التشجيعيه لعام 2024 زي ما حضرتك ذكرتي. فانا كل سنه كنت محضر ولكن كزائر، اما هذه السنه فهكون متكلم وده شيء يدعو للفخر لانه يعني الواحد يتكلم على منصه مكتبه اسكندريه فده شرف كبير جدا، يعني اتمنى ان الواحد يكون قد. شايف ايه اهم الاصدارات المشاركه السنه دي وايه اهم الكتاب اللي مشاركين السنه دي في المعرض؟ والله علشان امنع نفسي من الحرج مش هقدر اتكلم عن اصدار بعينه، ولكن بقراءه سريعه للتقارير اللي موجوده بتلاقي ان في حوالي 75 دار نشر مشارك هذا العام في الدورة 19 من المعرض، بالإضافة لأن البرنامج الثقافي الأدبي بيتضمن حوالي 160 حدث بيشارك فيهم 600 كاتب ومثقف ومفكر. البرنامج فيه زخم كبير ويدل أن اللجان أو الجهات اللي أشرفت على وضعه هي مهتمة في المقام الأول أنه المعرض ما يكونش مجرد حدث سوري وانما ان هو يكون حدث تفاعلي بين الجمهور اللي رايح علشان يحصل على استفاده بوجه ما وما بين صناع المشهد الثقافي في مصر مش في اسكندريه.